بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قبل شرح الحديث أتوجه بخالص العزاء لجميع المصريين والعرب والأحرار والبشرية جميعا، وطبعا أسرة المجاهد الكبير الراحل سعادة السفير إبراهيم يسري. نعم. الذي توفي بالأمس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله في الصالحين. يعني بالأمس طبعا تمت تغطية كبيرة عنه، تكلم عنه الدكتور زبع في برنامجه والأخ محمد ناصر في برنامجه، وتحدثت عنه النشرات كذلك. لا يسع الإنسان أن يكرر ما قيل في هذه البرامج، لكن من حق رجل علينا العزاء، ومن حق أهله هذه التعزية، ومن حق كل الشرفاء الذين يعني عرفوه أو لم يعرفوه، لكن نضاله وجهاده شملهم، لأنه كان يدافع عن حقوق المصريين وعن حقوقهم المالية والمائية وبقية الثروات المنهوبة في بلادنا، وكان يستطيع أن يعيش هانئا مرتاحا لا عناء ولا تعب، بعيدا عن المشاكل السياسية وعن هذا النظام الفاسد، بل من أيام مبارك وهو يناضل ضد هذه الأنظمة الفاسدة ويقول كلمة الحق ويجهر بها. كان دائما متواصل ودودا في تواصله مع جميع الناس ومع العبد لله، العبد الفقير أيضا، وكان يكن كل احترام لكل إنسان خارج مصر يؤدي دوره في إسقاط وإنهاء هذا الانقلاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. اللهم آمين يا رب.